السلام عليكم، معاكم حسن علي. والنهارده انا بعمل انبوكسنج او نقدر نقول ري انبوكسنج لساعه انا كنت اشتريتها قبل كده وانبسطت بيها جدا جدا. واحده انا شايف انها من احسن الساعات اللي انا اشتريتها، ساعه من ماركه سيرتينا اللي تبع جروب سواتش، وانا بصراحه بحب الساعات اللي تحت الجروب دوت لان هم عندهم فرايتي عاليه جدا بكواليتي عاليه جدا باسعار معقوله جدا. شركه سيرتينا باللوجو الشهير بتاعها الظهر بتاع السلحفه من سنه 1888، شركة عريقة طبعا. البوكس بتاعها عبارة عن جزء كرتون كده من بره، بتطلع منه الكرتونة الأساسية من جوه. نفتحها كده. ده البوكس الأساسي. تحت البوكس الأساسي في البوكس الكرتون ده بنلاقي كتالوج الساعة وكارت بتاع البايع اللي المفروض بيبقى فيه الضمان، الوارنتي، الضمان بتاعه. نيجي بقى للبوكس الأساسي، فتح كده. دي الساعة سيرتينا دي اس اكشن دايفر النسخة الحديثة ما بعد 2017. طبعا زي ما قلت لكم ده ري انبوكسنج للساعة، انا كنت اشتريتها من فترة بصراحة، يعني من اكتر الساعات اللي انا انبسطت بيها الساعة دي. انا كنت قبل كده عملت انبوكسنج للنسخة السوداء بتاعتها والقديمة ما قبل 2017. ده التاج بتاع الساعة من جوه، وهنلاقي الاكسترا لينكس بتاعت الساعة. ده شكل الساعة. طبعا ده انبوكسنج بس، انا ان شاء الله هبقى اعمل ريفيو كامل مراجعة للساعة ديت بإذن الله سبحانه وتعالى في فيديو تاني غير الفيديو المقارنة اللي هعمله بينها وبين الجيل الاول من الساعة النسخة السوداء منها. طبعا يعني اللون الازرق صراحة فظيع، شكله جميل جدا 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 فيها، الطريقة اللي بيلقط بيها الضوء وبيتعامل بيها مع الضوء يعني فظيعة جدا. شكل البزل هنا طبعا متغير شوية عن البزل القديم، مكان طبعا بتاع الديت اتغير هنا زي ما قلنا سيرتينا من سنة 1888. الكراون بتاعها طبعا بقى بيلمع المرة دي، وطبعا ساين برضو كالعادة دي اس. ان شاء الله هبقى اعمل كلوز اب شوتس للساعة عشان تشوفها بشكل اوضح وبشكل احسن. البراشنج في الساعة يعني رهيب بصراحة، جميل جدا جدا جدا. البريسلت جميل جدا جدا، يعني الكواليتي بتاعته عظيمة جدا، ولو انه بس هو للأسف برضو زي الموديلات اللي قبل كده في بنز مش سكروز. طبعا انا مقصر اللينكات وظبط البريسلت على ايدي. صراحة الساعة شيك جدا وشكلها نظيف جدا، والسفاير كريستال اللي عليها عليه طبقة انتي ريفليكتيف كوتينج. طبعا يعني شكل الساعة من جوه زي ما انتم شايفين، الشابترنج الجميل اللي جنب علامات الساعات، اللون الاحمر طبعا في عقرب الثواني يعني بصراحة رائع وشكله جميل جدا مع الخط الاحمر اللي مكتوب من تحت انها ووتر ريزيستنت لغاية 300 متر. حاجة رائعة جدا 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 من ساعة في البرايس رينج دوت اللي فيه الساعة ديت. طبعا الحاجات الجميلة كمان البريسلت الحديث شكله اجمل وشكله ارقى والذ واشيك من البريسلت القديم، وكمان في خاصيه الدايفر اكستنشن بالشكل دوت، بحيث ان انت يعني انت ممكن تظبطها اثناء اليوم على حسب دراع يعني او حسب الساعه بتاعك، تخن شويه او تورم شويه اثناء الحركه في اليوم، حسب طبعا الاكل وحسب الجو، الكلام ده بيتغير في الجسم، بيحصل فيه تغيرات بسيطه جدا في الريست هنا. وده الكلاسب بتاعها شيك جدا، يعني جميل جدا الكواليتي بتاعته، والخامه بتاعته اكتر من رائعه، خامته الكواليتي بتاعته عاليه جدا جدا جدا. يعني طبعا من الحاجات اللي بتميز برضو الجيل ده من الساعه ظهر الساعه، زي ما انتم شايفين الحفر عليه، يعني الكواليتي بتاعت الحفر عليه جميله جدا، يعني بصراحه روعه وتفرق كتير عن الجيل القديم. مكتوب عليها طبعا سيرتينا دي اس اكشن دايفر سويس اوتوماتيك. ده البريسلت من جوه، راقي جدا وجميل جدا وشيك جدا ومريح جدا جدا جدا. والميزه الجميله جدا جدا في سيرتينا يعني انت بتاخد كواليتي عاليه جدا جدا، موفمنت عاليه جدا جدا جدا، الموفمنت دي الباور ريزيف بتاعها 80 ساعه مده طويله جدا، حاجه جميله جدا. ما تخافش انه الباور ريزيف بتاعها يخلص منك مثلا اثناء الاسبوع لو سبتها مركونه حتى يوم او اتنين، الباور ريزيف اكتر من 3 ايام. دي حاجه يعني جميله جدا جدا جدا، حاجه بصراحه رائعه. يعني اقل ساعه مثلا هتلاقيها باور ريزيرف قريب من ده زي 70 ساعه مثلا، في حاجات زي الاورس او في الاوميجا او في الرولكس هتلاقيها غاليه جدا 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 يعني. فساعه بصراحه الكواليتي بتاعتها مبهره بالنسبه للامكانيات كمان اللي بتقدمها والسعر اللي هي فيه. استنوني ان شاء الله في ريفيو كامل عن الساعه ديت، هشرح لكم تفاصيلها كامله، ابعادها، ايه هي مميزاتها وايه هي عيوبها،
وان شاء الله كمان في فيديو تاني هقارن بينها وبين الجيل الاول من الساعة ديت كمان. وفي الاخر ريست شوت للساعة ديت. طبعا زي ما قلت لكم يعني انا ريستي حجمه كبير شويه، فالساعات الكبيره بتليق عليه. طبعا في ناس ريستهم بيبقى اصغر شويه، فيفضل ان هم يلبسوا ساعات حجمها اصغر شويه عشان ما يبانش شكل الساعه غريب على الريست بتاعه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو جاي وريفيوهات وانبوكسنج لساعات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم.